مايسترو صلة رحم، هو تامر نادي. اقول له الو. ايوه، انت اهلا، اخيرا اخيرا. اخيرا ممكن نوطي عامله عشان ايه؟ صوتي عالية شوية يا يوسف. ازيك يا تامر، عامل ايه؟ كله جميل الحمد لله زي اولا الفل. كل سنة وانت طيب. وقضيت العيد فين؟ سبتنا برضو. اي علشان محتاجه انام. على فكرة أنا نفس الحكاية، كنت لسه بقول لهم إن الناس اللي كانت شغالة في رمضان أكيد معظمهم قضوا العيد في البيت، لأن كان كله عايز يرتاح وعايز ينام ويهدى شوية. ممكن نوطي بالظبط بالظبط. صوتي؟ تامر، دلوقتي أنا عايزة أقول لك على حاجة. أولا أنا باركت لك كتير جدا على المسلسل ده، لأنه فعلا مسلسل مهم وجريء وحلو، وأنت مخرج فعلا مختلف. عايزة ربنا يخليك. أسألك دلوقتي، أول حاجة حصلت لك لما انطباعك أو لما جالك السكريبت؟ اوكي، انا اول ما جالي السكريبت انا قريته وحسيت ان هو في فكره حلوه وفي منطقه ما حدش تطرق ليها قبل كده، وانا نفسي ما عنديش يعني انفورميشنز عليها يعني، فحبيت جدا ان انا ادخل الموضوع واشوف ممكن يروح لفين، لان في الاول وفي الاخر دايما لما بيبقى في حاجه مختلفه هتلاقي دايما الناس هتعرف عنها، ولو الموضوع كمان انساني اكتر فالرحله فيها احداث بتشوف اللي بيحصل ده مش بشكل مباشر، فطبعا ده يشجع الواحد قوي ان هو يشتغل على البروجكت ده. بعد لما المسلسل خلص وخرج للناس، راضي بنسبة كام في المية عنه؟ تامر نادي صلة رحم. راضي يعني، راضي بصراحة بنسبة 90 95% منه، لأن اللي وصلنا له بالنجاح بالشكل ده بردود الأفعال بالنقاد وكل المنطقة ديت يعني منصفة جدا ويعني مريحة. الترشيحات الأولانية لأبطال مسلسل صلة رحم كانت هي هيها من الأول ولا كان في تغييرات؟ لا طبعا كان في تغييرات يعني، الأساسي اللي كان معانا من الأول خالص ده يعني اياد كان معانا على المشروع. اول حاجه انا لما استاذ انور صباح كلمني كان بيكلمني على البروجكت، وكان بيكلمني ان احنا معانا اياد على البروجكت، وفي احتمال يبقى معانا ريهام عبد الغفور. تمام، وبعد كده ابتدى تتاكد فكره ان يبقى معانا ريهام عبد الغفور، اوكي، فبقى اياد وريهام، وبعد كده ابتدى نشتغل انا واياد على البروجكت وعلى لان الورق في الاول خالص ما كانش كده خالص، هي كان السطر هو اللي عاجبنا كفكره ان احنا نخش في منطقه اللي هو استئجار رحم والحكايه دي، لكن كان الموضوع سنه اجتماعي بلا احداث قويه، فاحنا اشتغلنا عليها بالشكل ده، وبالصدفه لقينا ان ريهام عبد الغفور في الوسط اعتذرت لان كان جاي لها تقريبا بروجكت كبير هي فيه، فحتى استأذنتني وقلت لها طبعا روحي للحاجه اللي بالنسبه لك ممكن تبقى بتقدم لي خطوه اقوى، فابتدينا نغير المشروع تاني انا واياد ونفكر فيه الى ان وصلنا للشكل اللي احنا بقينا عليه دلوقتي، وبالتالي انضم لنا بقى عبي علشان يبتدي ياخد بقى الخطوات، لان انا حتى لو كنت مؤلف فانا عايز اركز اكتر في الاخراج علشان اسيب المنطقه دي لحد يعني اقدر اعتمد عليه ونقدر نكمل من هذه النقطه، وبالتالي ابتدى نشتغل. كان معانا انجل مقدم في الاول، وبرده اللي هي يعني المفروض انها دور مراته اسماء ابو اليزيد، كانت من الاول من بعد اعتذار ريهام. ريهام اسماء على طول هي المرشحه، وبعد كده كانت انجي قطعت معانا، يعني كان وبعد كده هيبقى انجي المقدم وريهام عبد الغفور، وبعد كده بقى اسماء ابو اليزيد ويسرى اللوزي. بالظبط. اوكي، جمال. الدور يعني صاحب الدور خلاص بقى، الدور اتعرف بصاحبه اللي قدمه، ريجاردلس بقى مين اترشح ومش مين اترشح، بس في النهاية الصورة لما بتكمل بتكمل بالأبطال الأساسيين. مين طبعا فاق توقعات المايسترو تامر نادي في صلة رحم؟ والله بصي هقول لك بصراحه، فعلا هم كلهم اجادوا الموضوع بشكل تحس ان هم كلهم بقوا داخلين الموضوع علشان نعلي على نفسنا، بس انا بالنسبه لي يسرى اللوزي انا يعني فاقت توقعاتي، لاني انا بشوف يسرى دايما انها ممثله كويسه جدا من زمان، اوكي، من ايام المسرح في الجامعه وهي بشوفها انها شاطره، ولكن حاسس انها دايما في الادوار اللي بتاخدها ما بتاخدش كل
يعني الامكانيات بتاعتها تقدرش تطلع كل الامكانيات بتاعتها. فانا حتى اتكلمت معاها في ده ان احنا محتاجين نطلع حاجات ما بنشوفهاش ليكي في الاداء بتاعك في الحاجات كلها بصراحه يعني. كلمتها كده وابتديت اتكلم معاها في فكره انا عايز اطلع كل اللي جواكي من غير ولا ميك اب ومن غير اي حاجه، بروفيشنال جدا، وهنشتغل على الموضوع لحظه بلحظه. حتى فتره اللي هي كانت بتاخد فيها الادويه قعدنا نفهم من دكاتره المراحل الاعراض بتاعتها بتبقى عامله ازاي، وكل مره كانت بتيجي تقول لي طب انا دلوقتي الاعراض بتاعتي ابقى عامله ازاي، اقول لها مثلا هنا دلوقتي بتكوني تايهه، او هنا ممكن تغلطي في كلام وترجعي تفتكريه تاني، يبقى ريقك ناشف فتشربي ميه، فكلام دايما كلامك بتمصمط. يا تفاصيلك يا تامر. برافو. فهي طبعا هنا بقت حتى كلامها بقت تتكلم عايزه كان ريقها ناشف حتى لو ما شربتش، بس بقعد اقول لها حاجات. فهي بقت يسرى يعني ماده خصبه جدا لفكره انها تستوعب وعايزه تشتغل على الموضوع، فكانت فعلا فاقت توقعاتي يعني. تامر نادي مخرج شاطر جدا، اعمالك الفنيه مش كتير. صله رحم نمره كام بالنسبه لك؟ نمره 3. نمره 3. اللي قبل كده كانوا أول حاجة كانت المتهمة درة ودياب عادل كرم وعلي الطيب، وبعد كده كانت مذكرات زوج كان أستاذ طارق لطفي وعائشة بن أحمد، وده اللي هو طبعا صلة رحم آخر حاجة إياد ويسرى وأسماء أبو لذيذ. تامر نادي، إزاي المخرج يكون مختلف وأنت مخرج مختلف؟ إزاي؟ ولا بتيجي باللحظه يعني؟ عايز اسالك، انا هسالك اصل النهارده الحلقه دي بصراحه عاملاها معايا معظم مخرجين رمضان بمنتهى الصراحه. ليه بقى؟ لانه انتوا الجنود المجهوله بجد، انت اللي مسؤول قدام شركه الانتاج، وانت لازم تسلم العمل، ولازم تكون بتصور وبتمنتج في نفس الوقت، وتكون بتقطع، وانت اللي بتوافق على المزيكا، وانت اللي بتشرح مش عارف ايه، وانت اللي لما الممثلين بيعتذروا انت اللي بتجيب بديل، وانت اللي بتقرر مع مدير التصوير عايز النور ده هنا كده، وانت اللي عايز اللبس ده كده. فالمخرج، لا هقول لك حاجه كمان بقى، وانت لو فشل العمل انت اللي هيجي هيمسكه في زماره رقبتك انت. حتى لو مش انت السبب يعني، بعوامل كتير ممكن يبوظ منها. بالظبط. الواحد عشان يبقى مختلف اهم حاجه ان هو يعني بصراحه يراعي ضميره في الشغل من الاول خالص. لو هو الموضوع مش مناسب ومش لذيذ ومش هيقدم خطوه يعتذر، لازم يبقى عنده الملكه بتاعه اللا. ان اقول لا حتى سواء عندي شغل ما عنديش شغل، هو العمل الكويس هيجيب عمل بعديه تاني كويس. ده فكرة ان الواحد يبتدي يشتغل على المشروع بتفاصيل، تفاصيل اللي هي من اول الحاجات اللي فيها بين السطور. لو حاجة محتاجة ريسيرشنج على حاجات محتاجة يبقى معانا ضروري جدا، لو في حد تكنيكال، انا بشوف ان كل عمل لازم فيه ناس تكنيكال بتاعتها، سواء اطباء، سواء دكاترة شرعيين، سواء في القانون، سواء يعني كل عمل فيه حاجات كده، سواء دكاتره نفسيين، دكاتره نساء، فلازم يبقى معاك العناصر دي ويبقوا من العمل. حتى لو عمل تاريخي ضروري يبقى معايا حد مؤرخ وحد فاهم في الملابس، مش لازم يبقى شخص واحد على فكره. لو عمل تاريخي شخص واحد ويبقى عندنا هو المرجع الوحيد، لا، لو عمل تاريخي كبير لازم يبقى عندنا حد مؤرخ للمناطق التاريخيه، حد مؤرخ لمنطقه الملابس، حد مؤرخ للعلاقات الانسانيه مثلا اللي كانت موجوده، او المباني او فكره العماره عامله ازاي، لان التاريخ ده مليان. طبعا شفنا اعمال يعني رجعت لورا مع ان كانت منتجه بشكل عظيم، ولكن بسبب تفاصيل بقت عامله يعني. طبعا احنا دلوقتي شفنا ان السوشيال ميديا والناس بقت يعني مركزه بشكل لدرجه ان في ناس بقت اكل عيشها فكره الانتقاد، حتى لو هو مش ناقد متخرج من يعني من نقد فني، هو عايز ينقد وخلاص يعني. هو بيتفرج على العمل عشان يشوف الديفول اللي فيه او يشوف الغلط اللي فيه عشان يتكلم عنه. هو بقى اكل عيشه يعني، هو بقى بيجيب لايك وبيجيب فولورز وبيجيب كده من مظبوط، ان هو يعرف ينتقد صح، وبيعملوا حاجات كويسه جدا. بشوفها ان في شباب كتير فعلا بيعرفوا ينتقدوا، فعلا بيعملوا بوز وبيعملوا دواير على المناطق الغلط وبيطلعوا اخطاء يعني مش مظبوطه. فعشان كده ده يخلي المخرج نفسه عنده التفاصيل دي اللي هي انا مش هشتغل بالطريقه دي، ده مش هيعدي، لازم افهمه. انت لما قلت اوكي على العمل ده مع شركه الصباح،
كنت قده وسلمته فعلا في الوقت، وكنت قد المسؤولية دي، بتبقى مسؤولية جامدة جدا وضغوط كتيرة قوي قوي على المخرج. نفسك السنة الجاية إن شاء الله أو عمل بعد ده، نفسك إيه اللي ما يكونش موجود عشان تقدر تقدم عمل بشكل أفضل؟ بتتمنى إيه للإخراج في مصر؟ اللي ما يكونش موجود، لا هو كل حاجه احنا الحمد لله عندنا بصراحه، احنا عندنا كل حاجه بصراحه متوفره. يعني فكره توافر الامكانيات ككاميرات كعدسات ككل حاجه، احنا كل عندنا كل حاجه. ولكن ايه الحاجة اللي ممكن تعرقل او الحاجة اللي ممكن تعطل العمل؟ هل الرقابة؟ هل مشاكل في التصوير؟ يعني ايه اللي نفسك يكون موجود؟ اقول ايه اللي موجود، اللي المفروض يبقى بصراحه موجود. اول حاجه لازم ينتهي فكره الكتاب اللي بسميهم القشره، اللي هو بيبقى عايز يشتغل وخلاص، فبياخد اي موضوع من على القشره من بره، ويبقى ويمكن شركه الانتاج ما اعرفش ليه بتقبله، فبيجي مواضيع مش يعني مش حلوه او مش حتى مهمه او اي حاجه، حتى لو ضحك حتى لو كوميدي، الطريقه نفسها مش مظبوط. يعني الكتاب الشطار بتوع زمان نفسنا يرجعوا، او الكتاب الصغيرين الجداد يبذلوا مجهود علشان يطلعوا حاجه فعلا ذات قيمه، ويعني يبقوا مثقفين شويه حتى سينمائيا وفنيا. تاني حاجه دي الشركات معلومة نفسها مهمة جدا، إن الأجيال جدا، الجديدة أو اللي بيكتبوا لازم يكونوا مثقفين أكتر وبيشوفوا أكتر ويروحوا الأماكن. أنت عندك مشكلة إن في ناس بتقعد تكتب من على الديسك، ما بينزلوش لحم ودم يشوفوا ايوه المناطق صح دي. انت بالظبط. دي كارثة. هو ممكن يكتب موضوع هو شاف فيلم فراح ممثره، فراح باعه لشركه الانتاج كده ومثره وحش. هو ممكن تبقى على فكره اخد فيلم اجنبي ويبقى فكرته حلوه، بس لما هاجي امثره علشان يبقى مصري، هيبقى مصري بفليفر تاني خالص، لان الموضوع كله فكره والافكار كلها مختلفه. بس لو عملت الفكره دي في مصر هتبقى حاجه تانيه خالص، غير موجوده في امريكا، غير في الهند. فالفكره لما امثر حاجه ما فيش مشكله من الاقتباس، وما عنديش على فكره انا كتامر مشكله ان يبقى عمل مقتبس من حاجه اجنبي، ولكن لما نيجي نمصرها بشكل باعماق، ان لو ماذا لو حصل الكلام ده، الموقف ده في مصر، مش انقل حاجات وانقل الاحداث بعينها زي ما هي بس عاملها كده، ده اسمه مسخ، يعني ده تمسيخ بصراحه. فانا احنا عندنا مشكله بصراحه قويه جدا في الكتابه، وانا مش عايز الثقافه ان هو يبقى مثقف يعني لابس لي نظاره كعب كوبايه، وهو بيحاول يعظم قوي في اللي عامله، وهو العمل اللي هو بيقوله كله يعني عبيط. لا انا بتكلم على اللي مثقف، ان هو عايز يدور ورا الفكره بتاعته ويبقى مؤمن بيها، فيقعد يشتغل عليها حلو قوي، فلما يجي يتكلم فيها يبقى بيبهر اللي قدامه، لان انت ازاي وصلت لانك بحثت في الموضوع ده وخليته حلو كده. فانا انفعل بيه، فاتمنى ان انا اشتغل مع شباب كده ولا ناس كبيره كده. لكن احنا مشكلتنا في الكتاب ان كل واحد عايز يوصل بسرعه وعايز يكتب عمل واثنين وثلاثه في اقل وقت ممكن يعني. انت وشركات الانتاج طبعا. طبعا طبعا انت لسه ماشي الموضوع ستيب باي ستيب ومش متسربع، وبتقدم اعمال يعني عارف على نار هادية كده. اوكي، ودي حاجة حلوة قوي، يعني انت مش عايز توصل بسرعة وتبقى اصل وبعدين ما خلاص بقيت احسن مخرج في العالم، طب وبعدين ما انت هتعمل ايه؟ فانت الحلو انك طالع ستيب باي ستيب. التجربة كلها على بعضها بتاعت صلة رحم سابت ايه فيك؟ علمتك ايه؟ اثرت فيك ازاي يا تامر ناجي؟ أثرت فيا في إن أول حاجة إن اللي بيبقى فعلا مؤمن بحاجة وحلم عشان عايز يعمله، حتى لو يعني أنت لو عرفتي إن صلة رحم ده كان في البداية الورق عامل إزاي والصراعات عاملة إزاي علشان يتحول ده، وشركة الإنتاج إزاي ممكن تبقى بناء على ثقة في إن شايفين قدامهم حد عارف إن هو بكلامه بإيمانه باللي بيعمله ده هيودي البروجكت في حتة ثانية. فده بيأكد أكتر فكرة إن أنت لما بتبقى دؤوب على حلمك ودؤوب على إنك أنت تبقى بتراعي ربنا في اللي أنت بتعمله هيحقق لك ده. دي حاجة. تاني حاجة حتة إن يعني ما يأس، دي أول حاجة يعني. تاني حاجة البني آدمين، اختيار البني ادمين اهم بكتير من اختيار الممثلين. يعني هم الممثلين كتير جدا، ولكن البني ادم نفسه قليل ان يبقى في حد
محترم بيراعي شغله كويس جدا، ما بيهتمش بفكرة النجومية خالص. أنا يعني بكره كلمة النجومية دي، لأن النجومية دي على الريد كاربت، لكن نزل البلاتو فبحس إن هو عاملة زي الباتل. أنت نازل شغلك عارف يعني إيه، بتلبس بدلة، بتلبس بتخش بتختم الختم بتاع الدخول والخروج، فهي زي الشركة، أنت داخل شغل ليه يعني قصيته. فاللي بيبقوا كده مهما كانوا كبار أو صغيرين بحترمهم وبحب اشتغل معاهم جدا جدا. وفي ايام كتير ناس بتبقى جايه شباب صغير نفسها تمثل وكل حاجه، وجاي مش حافظ، يعني هو عنده 4 5 جمل ومش حافظ كمان. ايه الاستهتار ده؟ لا دول كتير، يعني كتير قوي للاسف، في استسهال. في استسهال، وفاكرين الموضوع اللي هو وفي ناس بتبقى فاكرين الموضوع تقف قدام الكاميرا وتتصور ويطلع شكلك حلو وخلاص. يا جماعه لا، وفي مش ناس ده الفن ولا ده التمثيل. في ناس تقعد تتحايل عليك ارجوك يا استاذ بنفسي وي وانا عملت واشتغلت، واول ما تجيبه يجي يقول لك بس انا كنت عامل 4 مشاهد 8 مشاهد مع استاذ مين، وكنت بتكلم وانت حضرتك جايبني في مشهدين. ففي ناس بتبقى مش فاهمه قيمه الحاجه. فدول اللي هم لازم الواحد يعرفهم كويس ويعلم عليهم، لان في الاخر البني ادمين اللي هي بتشتغل صح هم دول اللي انت عايز تشتغل معاهم عشان تكبرهم، وهم كمان هيكبروا. عندك ألف حق في كل كلمة قلتها. لو عايز تقدم عمل تاريخي تامر النادي، تحب تختار أنهي حقبة، أنهي مرحلة أو سيرة ذاتية، ولا ده مش بيراوغك خالص دلوقتي؟ والله بصي يعني أي حاجة أنا بالنسبة لي، يعني أنا مش متعمق قوي في موضوع السيرة الذاتية، بس البيوجرافي ده يعني أنا حابب قوي أشتغل حاجة ترو ستوري. فترو ستوري دي ممكن تبقى أو بيست أون ترو إيفنت مثلا، يعني فاهمة؟ فهي لو كانت حتى بايوجرافي عن حد معين حصلت له أحداث معينة، أكيد إن قصته هتبقى ملهمة وهتعمق فيها كل ما هتكون فيها التفاصيل، وإن هو كان فعلا يعني مؤثر بشكل مهم. ده هيستفزني جدا إن أنا أحب الشخصية وأشتغل عليها مهما كانت بقى الحقبة الزمنية، لأن الحقبة الزمنية دي هتبتدي تدخلني في عالم. أنا لما ببص كده في العالم ده ممكن أقعد شهر ألاقي نفسي خلاص بقيت جوه الحكاية. سؤال صغير، يعني ايه مخرج؟ مخرج يعني كل يعني واحد درس شوية حاجات، شوية الحاجات دي عند كذا حد زيه بقى اسمهم مخرج، يعني اتخرج بكام معلومة، هي دي التولز بتاعته. المخرج الشاطر هو اللي يعرف ازاي يعني يعيش الأحداث ويحس بيها، فيقدر يطلع الموضوع بإحساسه، لأن كل المخرجين عندهم نفس التولز، يعني عارفين ازاي التولز بيكلموا بعض، الكات عامله ازاي، كل الحاجات دي عند كل المخرجين. بس اللي بيميز التاني ان عارف يطلع من شويه كلام على ورق، وفي حاجات بتبقى بين السطور مش موجوده في الورق اصلا، يعني في ناس بتكتب وتحدث المعركه، فطب احنا تحدث المعركه دي هتحصل ازاي؟ فالاخراج هو واحد عايش الموضوع وعارف ان ده زمنه لازم يحصل قد ايه، مش حاجات مش حاجه قصيره، طوله قد ايه المشهد، احساسه الشخصيات نفسها قيمتها عاملة ازاي، مين مهم ومش مين اقل علشان تقدر تطلعه بالشكل ده. فهو احساس اكتر ما هو المخرج احساس. مخرج احساس. بص انا سعيدة جدا جدا بالمكالمة دي وحواري معاك، كان نفسي اتكلم معاك في حاجات اكتر، بس ايه العمل اللي شفته بعد رمضان وعجبك قوي المخرج غيرك غير صلة رحم؟ هو بصي اعلى نسبه مشاهده، لطيف جدا جدا، ياسمين احمد كامل مخرجه شاطره جدا، وكمان الحشاشين. انا ما شفتش الموضوع كامل، بس اخراجيا بيتر ميمي عامل طبعا كواليتي حلو جدا، واسلام خيري في جودر هايل. بس دي فكره الجرافيكس اللي معموله كويس، وده واضح ان احنا تقدمنا جدا في فكره الـ يعني السيت اكستنشن وفكره الكاركترز المبنيه صح، والسبيشال افكتس المعموله صح. يعني دي يعني احنا في رمضان 24 فعلا قدمنا اشكال محترمه جدا، يعني لو دي البدايه للمنطقه ديت احنا اللي جاي هيبقى شكلنا كويس قوي. مين المخرج اللي اثر فيك من البداية؟ كله بقى في مشوارك كله اللي عاطف أثر فيك. الطيب. عاطف الطيب. عاطف الطيب في مصر وتارنتينو بره. تارنتينو.
برافو عليك. اكتر فيلم بتحبه لتارنتينو يا تامر؟ لا كل حاجة بقى، كيل بيل، كل الحاجات يعني، كل الحاجات بصراحة يعني. واستاذ قصدك عاطف الله يرحمه. الهروب اوف طبعا، وليلة سخنة. يعني ليلة سخنة ده أول الأفلام اللي هي اشتغل على فكرة السنو بول، اللي هي بتبتدي من حاجة صغيرة، واللي هو الوان داي أكشن ده، اللي هو بيبقى من حاجة صغيرة تكبر تكبر زي كرة التلج كده. فهو كان سبق عصره طبعا يعني في حاجات كتير قوي يعني. الإخراج ده ممتع جدا جدا بجد، ولاكي إنك تكون مخرج. لا ورأفت الميمي كمان، لأن أنا درست أصلا في الأكاديمي بتاعت رأفت أستاذ الميمي. رأفت، آه أستاذ رأفت الميمي طبعا طبعا كان عنده طبعا فكر في الفانتسي يعني مختلف تماما، يعني طبعا كان سبق عصره فعلا. يعني دلوقتي هو كل الحاجات بتاعت ميكي اللي فيها فانتازيا، هو ده منطقة عطف أستاذ منطقة رأفت أستاذ الميمي. رأفت الميمي. فطبعا مظبوط، يعني زي ما بقول الإخراج حاجة حلوة قوي، لأن بيبقى البيبي بتاعك وانت بتكبره قدامك لغاية ما بيطلع للنور، وكل عمل بتكون قدمته بيكون سايب كده أثر فيك، بحس إنه بيسيب أثر كده زي الجنين بجد. فمهنة الإخراج مهنة حلوة قوي، طوروا فيها، اشتغلوا فيها، حسنوها. هل كان عندك أي مشاكل مع الرقابة؟ والله لا لأنه ما الموضوع حصلش كان حاجه، جريء، انت ما تناولته حصلش. بقمة الاحترام يعني بصراحة، مفيش كده. يعني انا رقيب نفسي اكتر اهم من ان يبقى حد رقيب عليا بصراحه، وده اللي انا بشوفه ان هو ده الاهم. لان احنا مش مهمتنا نبقى بنجري قط وفار ورا بعض، قد ما الواحد يحترم اللي هو بيقدمه للناس عشان ما نضايقهمش، وهم ما يبقوش عندهم غير كل ما هو حلو ليك، ان هو يبقى انت كانك فهمته حاجه، علمته حاجه، حس بحاجه، فمحتاج يكير على نفسه، على اولاده، على حياته. ده دورنا بصراحه. صح فما كانش عندي بصراحه اي، وفي مذكرات زوج برضه كنا بنتكلم في فكره الانسان اللي مش بيسيب بيته ومراته وكده، كان ممكن يبقى عندنا مشاكل رقابيه في حاجات معينه، ولكن كل ما نقدمها بطريقه كويسه كل ما بصراحه الدنيا تبقى اسهل. يعني احنا مش في حروب يعني. أنا موافقك تماما. تامر نادي بشكرك جدا 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 على المداخلة دي، ولغاية ما نتقابل قريب إن شاء الله. ما هو بإذن الله. جديدك؟ ولا في بريك أجازة؟ والله انا ما بعرفش اخد اجازه، بس هي الفكره انا دايما مخي شغال ودايما بقعد افكر. وانا دلوقتي بحاول يعني اتواصل مع كتاب كتير وناس كتير من اللي انا يعني بحب شغلهم، وبنشوف اذا كان حد عنده موضوع جديد، فكره مناسبه، حاجه الواحد يعرف يشتغل عشان مثلا رمضان الجاي نقدر نبتدي من دلوقتي. برافو عليك، برافو، احييك ارجوكم. صح، يا ريت. علشان يبقى فعلا جاهز. المفروض ان احنا عندنا بروجكت مع الصباح، هم ما غصبوش عليا في اي بروجكت، هم اتفقوا ان احنا ان شاء الله معانا رمضان الجاي. بس ايه هي الحكايه؟ يلا بقى ندور على حاجه، هم عليهم واجب بيدوروا هم كمان على حاجه من ناحيتهم، وانا برضو بدور الى ان نوصل لحاجه عشان نشتغل عليها فعلا من دلوقتي، ونغير ونجود لحد ما تبقى معانا الحاجات من بدري. إن شاء الله بالتوفيق يا تامر، جدا جدا، وأنا من أشد المعجبين بشغلك بجد. ربنا ربنا يخليك يوفقك يا رب جدا. في اللي جاي. الحمد لله مشتي حي. ميرسي ميرسي، وكل سنة وأنت طيب. وانت طيبة جميلة. أوكي، باي تامر.